مشاهدي بلقيس اينما كنتم، اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج المنصه. مع اجتياح ميليشيا الحوثي للحديده في اكتوبر من العام 2014 والتدهور الامني واستهداف الناشطين المصاحب لذلك، بدات موجه النزوح الاولى لابناء المحافظه. ومع تصاعد وتيرة التوسع العسكري لقوات الشرعية نحو الحديدة وتوغلها في بعض مديريات الحديدة وتحول عدد من المناطق إلى مسرح للعمليات العسكرية، بدأت موجة النزوح الثانية والتي كانت الموجة الأكبر، حيث تشير المعلومات الأولية إلى نزوح أكثر من 200 ألف مواطن من سكان المدينة إلى خارجها، متوزعين طبعا على أغلب المحافظات خصوصا صنعاء وعدن وتعز. أمام هذه الأرقام الكبيرة في عدد النازحين تقف الحكومة الشرعية عاجزة، بينما لم يستوعب المجتمع الدولي عبر منظماته والتحالف عبر ائتلافات الإغاثية حتى الآن سوى أقل كما تشير التقارير 30% فقط من إجمالي النازحين، فيما تم استقبال أغلب النازحين لدى الأقارب والأصدقاء أو ربما تكفلت مبادرات محلية بإيوائهم في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين وصنعاء وأيضا إب وتعز ومحافظات أخرى. في حلقة اليوم من برنامج المنصة سنناقش معاناة النازحين وجهود المبادرات الشبابية في التخفيف من معاناتهم وأيضا دور الحكومة الشرعية ومنظمات المجتمع الدولي تجاههم. محاور هذه الحلقة ستتركز حول ما أبرز التحديات التي يواجهها النازحون، وبالمثل ما أبرز التحديات التي تقف عائق أمام العاملين في المبادرات والائتلافات الإغاثية العاملة في هذا المجال. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد التقرير التالي حول موضوع هذه الحلقة. الحرب موسم للنزوح تشتد موجاتها على ساكني الحديدة لتلقي بهم خلف قضبان المجهول وعلى أرصفة التيه، لا يعرفون أين سيبيتون ليلهم وما سيتناولونه على صحن إفطارهم. محمود سعد نزح من تعز إلى الحديدة بعد أن هدت قذائف الميليشيا منزله وقتلت ابنه البكر، لتلحقه الحرب إلى الحديدة فيضطر مرة أخرى للنزوح إلى صنعاء. يقول محمود إن كل ما يرجوه غرفة تسكن تحت سقفها أسرته ويخفي بين جدرانها أوجاعه. كنا عاملنا معانا نص عمارة كذا وخرجتنا الحارة كذا حق يوم، روحنا لله حق العمارة دمرت كامل. لعب معي اسم ابن الزغم اسمه حماد الأول البكر، الله يرحمه الله يسلم على الصاروخ، والله ما عارضه اتصلته هنا. بقى معي ثلاثة بنات وابن، رحنا الحديدة ما سبرناش، قلتوا صنعاء وصلنا لشارع الزبيري، والله دعم بهذا والله حصلته حتى بيت ولا أي مكان. دورت والله ما حصلت مكان، أهم حاجة حق العائلة ستستر بأي مكان. محمود ليس سوى واحد من مئات النازحين الذين شردتهم الحرب، فصنعاء التي كانت ملاذهم الأخير وبعد أن أغلقت عدن أبوابها في وجوههم لم تكن أقل قسوة عليهم من مدينة الحديدة التي أحالتها الميليشيا إلى سجن كبير منذ دخول عناصرها إلى شوارع المدينة. لم تفتح صنعاء لهم سوى أبواب بعض المدارس الحكومية ليضم الفصل الواحد أكثر من ثلاث أسر في ظل إهمال سلطة ميليشيا الحوثي التي ساهمت في فرض واقع جديد عليهم. هنا في مدرسة أبو بكر في حي عصير بصنعاء يقفون في طوابير أطول من صبرهم على مر الحياة في انتظار صرف وجبة واحدة مدتها إليهم بعض أيادي المبادرات الشبابية، وينتظرون على سقفا يمنع عن ظهورهم سياط الشمس. يبدو أن الأيام القادمة لن تكون أكثر رأفة بهم، إذ ستشهد ارتفاعا في أعداد النازحين إذا ما استمرت المعارك على شريط الساحل الغربي وصولا إلى مدينة الحديدة. وعلى رغم ذلك لم تلتفت الحكومة إلى أوضاعهم حتى الآن، باستثناء تصريح لرئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح أفصح فيه عن إعداد خطة شاملة لإغاثة مناطق الساحل الغربي ومحافظة الحديدة على وجه الخصوص. إذا تابعنا التقرير حول موضوع هذه الحلقة التي نخصصها لي مناقشة وضع النازحين والتحديات والاحتياجات الأساسية التي يحتاجونها، وأيضا دور المبادرات الشبابية في تخفيف من معاناة النازحين وتحديدا النازحين من محافظة الحديدة. اتصال أول في هذه الحلقة الأخ راشد، أهلا بك راشد. حياك الله أخ الكريم. أخ راشد، أنت ناشط ومهتم ومتابع لهذا الموضوع، بداية لو
تصف لنا اليوم وضع النازحين من محافظة الحديدة مع بدء العملية العسكرية هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وضع النازحين مأساوي للغاية، حيث تشردت آلاف الأسر في القرى والأرياف في تهامة، هذا غير الأسر التي توجهت إلى المدن كصنعاء وعدن وإب. طبعا نزوح إلى المجهول، لا يوجد أي اهتمام بهم من المنظمات المحلية ولا منظمات المجتمع الدولي. هناك بعض المبادرات من فاعلين الخير وبعض المنظمات المحلية التي إمكانيتها بسيطة لا تفي بالغرض. يعني أخي الكريم، عدد النازحين حتى الآن من مناطق الجاح والتحيتة والدريهمي والحديدة وصل العدد أكثر من 200,000 نازح. هذا طبعا هذا والحرب لم تدخل مدينة الحديدة، فما بالكم إذا دخلت الحرب المدينة. أتوقع العدد سيصل إلى أكثر من 1,000,000 نازح، هذا رقم كبير، ويجب على المنظمات الدولية والمحلية والسلطات ودول التحالف أن تجعل ملف النازحين ضمن الحسبان وأن تولي اهتمام أكبر. وقبل التفكير في تحرير أي قرية أو مدينة يجب الترتيب جيدا لإيواء النازحين. نحن نخشى أن يتفاقم وضع النازحين، وقد يتحول ذلك إلى هجرة لدول أفريقيا، وهذا الكارثة ولا نستبعد ذلك. قد حصل في معركة تحرير عدن وصل بعض النازحين إلى جيبوتي والصومال والسودان، هذا ما نخشاه اليوم صراحة. لا نريد أن يتكرر هذا في تهامة، وضع أبناء تهامة لا يسمح بالهجرة، والكل عايش في ظروف صعبة، بعضهم لا يجد قوت يومه ولا يمتلك حق المواصلات ولا مصروفه اليوم. طيب ما هي أبرز الاحتياجات اليوم لهؤلاء النازحين، وأيضا ما الذي تم تقديمه لهؤلاء النازحين سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا أو الحكومة الشرعية، ما الذي قدم لهؤلاء النازحين؟ بشكل رسمي لم يتم تقديم أي شيء في مناطق سيطرة الحوثيين. كما ذكرت لك هناك مبادرات يعني من فاعلين خير ومنظمات بسيطة يعني كإغاثات شكل يومية أو كذا، لكن بشكل رسمي لم يقدم شيء. أيضا في الخوخة تم تقديم إنشاء مخيم للاجئين للنازحين، لكن الطرقات مقطوعة، لم يستطيع أحد الوصول إلى هذا المخيم بالنسبة لنازحي الحديدة وقرية منظر والجاح. كل هؤلاء يعني توجهوا إلى مناطق سيطرة الحوثيين ولا يستطيعوا العودة إلى الخوخة. كما تعرف الطرقات كلها خطوط عسكرية، خطوط مقطوعة ومعارك، لا يستطيع الوصول إلى الخوخة إلا من كان من نزح من المناطق المحررة إلى الخوخة قد يصل إلى هنا. طيب وإن وصل إلى الخوخة، مدى جاهزية هذا المخيم والخدمة والرعاية المقدمة للنازحين؟ طبعا المخيم قدم يعني إغاثة، الإغاثة متوفرة في المخيم، لكن هناك أيضا مع أجواء الحر هذا وكذا، حسب ما يكلمنا أحد الإخوة من نزحوا إلى المخيم، المخيم يعني غير صالح لبعض الأسر التي كانت تعيش في المدينة وكذا، لن تتحمل الحر في المخيم، مما جعلهم يتوجهوا إلى عدن. البعض منهم بعد أن زاروا المخيم توجه إلى عدن. بعض الأسر التي تعيش في الأرياف والقرى وكذا استطاعت البقاء في المخيم، وإن شاء الله بيتم توفير، حسب ما سمعنا إنه بيتم توفير الكهرباء للمخيم وتطويره فيما بعد، ونتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك راشد، شكرا لك. من العاصمة المؤقتة عدن أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأخ بكير القديمي، أمين عام ائتلاف منظمة الوفاء للإغاثة الإنسانية. أهلا بك أستاذ بكير. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. أنت نشكر الأقوى في قناة بلقيس. أهلا وسهلا. شكرا لك. تعمل في إحدى المنظمات والجهات المعنية بالإغاثة، لو تحدثنا عن وضع النازحين من محافظة الحديدة الذين وصلوا إلى عدن، ما الذي قدمتموه لهم؟ وأيضا عن دور المنظمات المجتمع الدولي، هل تساهم في إغاثة هؤلاء النازحين وأيضا الحكومة الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، أولا شكرا جزيلا لكم على إتاحة هذه الفرصة أن نوصل صوت أبناء تهامة المشردين سواء في عدن أو في غيره. وكما أسلفت حقيقة الأخوة النازحين الذي من تهامة إلى عدن وصل عددهم
يعني في الأيام الماضية والتي قبلها يعني عدد 3500 نازح هذه في عدن، وكذلك في لحج وصل العدد إلى 1898، وكذلك في الضالق 450، وفي أبيان 3119 19 نازح. هذه الإحصائية الأخيرة التي وصلنا إليها من خلال فرق المس في هذه المناطق. وأقول وبفضل الله عز وجل نقدم شكرنا الحقيقة للأخوة في السلطة المحلية الممثلة بالأخ المحافظ الدكتور حسن الطائر والوكيل، وقيامهم بجهود طيبة في إقامة المخيمات أو المدارس أو متابعة النازحين الذين في البيوت وتقديم الخدمات من سلع غذائية ووجبات جاهزة وإيواء. وكل يوم نشاهد كما والمشاهد نحن وأنتم وجميع المشاهدين يشاهدوا النشاط الذي تقوم به السلطة المحلية، كما نشكر أيضا منظمات المجتمع المدني التي بذلت جهود كبيرة حقيقة، نقدم لهم الشكر خاصة في هذه المناطق عدن ولحج وأبين والضالق، يعني قاموا بجهود كبيرة ويشكروا عليها. طيب ما هي هذه الجهود يعني بالأرقام لو تضعنا أمام تفاصيل معينة، يعني بما أنك شكرت المحافظ والمسؤولين في السلطة المحلية وأيضا المنظمات المجتمع المدني بالأرقام، لو تضعنا أمام تفاصيل يعني ما الذي قدموه وما هي هذه الجهود التي قدمت للنازحين من الحديدة؟ لأن هناك شكوى من أن النازحين وضعهم سيء سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أو مناطق الشرعية. طبعا الاحتياج كبير جدا، لن يكون بالمستوى يعني، وإلا ما هذه الجهود بذلت للتخفيف عن هذه الأسر النازحة، لكن هناك الاحتياج كبير جدا لهؤلاء الأخوة النازحين من المتهمة إلى هذه المناطق، فهم لم يكونوا أحسن حالا ما كانوا عليه في بيوتهم في منازلهم، يتمتعون بالراحة بالكهرباء بالعيش الهني، لكن السلطة المحلية والمنظمات المجتمع المدني حقيقة في عدن ولحج وأبين والضالع ومناطق قاموا بجهود يعني يشكروا عليها، ولا زال هناك أيضا في تواصل يعني بصفتنا في أمين عام ائتلاف الوفاء للإغاثة والتنمية الإنسانية، تواصلنا مع كثير من منظمات المجتمع المدني وقمنا في الأيام الماضية الحقيقة بمساعدة النازحين بسلع غذائية وجبات، واليوم معنا برنامج معنا تواصل مع السلطة المحلية ومع المنظمات لتقديم المزيد والمزيد إن شاء الله يعني لهؤلاء النازحين في هذه المناطق، ومتواصل مباشرة مع كثير من النازحين ونحاول أن نغطي احتياجاتهم ما استطعنا مع التعاون مع المنظمات المدني والسلطة المحلية. لكن أقول يا أخوة حقيقة كارثة النزوح من المتهمة والمتهمة كبيرة، والجهود يحتاج من الجميع أن يتعاون في تقديم المزيد والمزيد من المساعدات للأسر النازحة سواء في مناطق. طيب سؤال أخير أخي بكير، سؤال أخير، غير الوجبات الجاهزة التي تقدم للنازحين، ما الذي تم تقديمه للنازحين؟ هل تم تسكينهم، توفير مراعاة أوضاع أبنائهم التعليمية، الخدمات الصحية، ما الذي قدم لهم يعني حتى لا نتحدث بشكل عام؟ سبيعة عزيزي، بالنسبة للنازحين في عدن هناك الأمور أحسن حالا من غيرهم في مناطق لم يصل لهم شيء، في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة الحوثي هنا الفرص متاحة في جانب التعليم، جانب الصحة، مستشفيات متوفرة، مراكز صحية متوفرة، التعليم متوفر، مدارس متواجدة، يعني في هناك الإمكانية متاحة لإيجاد الخدمات لهؤلاء الناس، لكن عكس ما يكون في المناطق التي يسيطر عليها الميليشيات الحوثية والانقلابيين حقيقة، يعني كما هو متابع ولدينا فرق ميدانية هناك تتابع الوضع والناس في حالة مأساوية جدا جدا، فيحتاج إلى أن نلفت أنظار. أنا على سبيل المثال التحيتة التي حررت يعني خلال الأيام الماضية، يعني أن تتصور الآن محاصرة من الحوثي من كل الاتجاهات، الخط الرئيسي الذي من التحيتة إلى الساحل إلى الخوخة أو إلى زبيد مقطوع إلى الآن وهي تحت الحصار، وأيضا يعني تم قنص بعض الناس الذين يخرجون بعد العيش، اليوم واحد يحدثنا
صاحب الكلب قال بالكلب وصل أخي إلى 8000 ريال في التحيتة بسبب أن الحصار الحوثي. في نفس الوقت يعني قنصوا صاحب البابور الذي يأتي بالكلب من الزبيد، حتى الآن هو في المستشفى وفي العناية المركزة، وقبل يومين أيضا ضرب طريق العمل الذي يعمل على توفير الماء للناس في الأسر أيضا ضرب بصاروخ واستشهد يعني أحدهم، والآخر يسعه إلى عدن لمعالجته. أقول والله حقيقة مأساوي، والمناطق التي سيطر الحوادث بشكل حقيقة واضح مأساوي جدا، يحتاج إلى يعني اهتمام من المنظمات الدولية وإلى يعني التحالف للإسراء في تحرير محافظة الحديدة، لأن تطويل الحرب فيها يعني حقيقة يصل بوضع الناس إلى حاجة كارثية بمعنى الكلمة، والوضع سيء جدا. أتدري أن وصل اليوم الرقم عندنا للنازحين 29,606 أسرة نازحة من محافظة الحديدة، سواء في المديريات أو في المحافظات الأخرى، يعني لا يعادل 198,390 فرد نازح الآن في من محافظة الحديدة، سواء في الداخل أو في المحافظة الأخرى. فاليوم إذا استمرت الحرب حقيقة سيكون هناك كارثة كبيرة، ويحتاج من التحالف وقيادة المملكة العربية السعودية وأيضا الشرعية للإسراء في تحرير محافظة الحديدة حتى لا يحصل كارثة للسكان هناك. أخي الحبيب جزاك الله خير. أشكرك جزيلا أخ بكير، شكرا لك، كنت معنا من عدن. وعبر الهاتف أيضا من صنعاء ينضم إلينا الأخ عمار مرشد، ناشط ومهتم في مجال الإغاثة، وهو عضو أيضا في حملة ضيوف الحديدة. أهلا بك أخ عمار. أهلا سامي. في صنعاء كيف يبدو وضع النازحين من الحديدة؟ ما هي أبرز الاحتياجات لهم، وما أبرز التحدية اليوم أمام إغاثتهم وإعانتهم في وضع النزوح الجديد في صنعاء؟ طبعا سامي زي ما بتعرف يعني وضع النازحين في صنعاء اكيد حيكون سيء، لانه الوضع الطبيعي بصنعاء سيء جدا، فتخيل انه مدينه سيئه ما فيهاش اي خدمات، وكمان فيها نزوح الى صنعاء وسوء خدمات وتعامل مع الوافدين بشكل مش جيد. الوافدين اللي وصلوا من الحديده الى صنعاء عددهم كبير جدا، وبناء على تقرير الامم المتحده في تاريخ 7 هذا الشهر كان 121,000 نازح اللي نزحوا من المناطق من الصراع اللي موجوده في الحديده الى مناطق متفرقه. في صنعاء الوافدين الواصلين من الحديده ابرز التحديات اللي بتواجههم هو عدم التعامل معهم بشكل جدي من المنظمات الدوليه، من المنظمات المحليه، من الجهات المختصه، من الحكومه، من الوحده التنفيذيه، من اي جهه هي مسؤوله عن انها تبدا بتوفير السكن والاحتياجات الخاصه فيهم. ضيف فوق ذلك انه الوافدين اللي جايين من الحديده هم خرجوا في وضع مفاجئ بالنسبه لهم، اغلبهم فيهم امراض، فوفدوا الى صنعاء والمناطق الثانيه بامراض، اضافه الى انهم خرجوا من البيوت اللي هم فيها بدون ملابس، بدون حتى بعضهم بطائقهم اللي هي تثبت انهم موجودين في الحديده، وهذه اكبر مشكله تواجه الوافد في صنعاء اللي ما عندهش اثبات انه هو اصلا كان موجود في الحديده، لان ما عندهش بطائقه، لان بسبب الحرب خرج ما اخذش اوراقه الرسميه كلها معه. فهذه تقدر تقول لي ابرز التحديات اللي بتواجههم، غير التحديات الخاصه بتوفير السكن والمأوى والعلاج والغذاء وغيره. طيب الان هناك نازحون داخل صنعاء، من يتكفل بهؤلاء النازحين؟ ماذا يقدم لهم؟ هل هناك أي دور ملموس للمنظمات المجتمع الدولي؟ خليني أقول لك من تجربة أنا عشتها وأنا منسق الحملة. إحنا عندنا قاعدة بيانات، إحنا بدأنا بعملية استجابة طارئة وتوقعنا أنه تحدث مشاكل في الحديدة في تاريخ 29 رمضان. اجتمعنا مجموعة شباب في أحد الكافيهات وبدأنا نفعل خطة إيواء وخطة وفود للوافدين من الحديدة وإلى آخر المناطق القريبة منهم، ونبدأ نحط لهم أماكن آمنة أنهم يتم السلطة لهم. احنا عندنا قاعدة بيانات وصلت لاكثر من 500 اسرة، يعني اكثر من 4000 فرد يعتبروا كشباب، كحملة خاصة بشبابية تكون داعم من جهة حكومية او رسمية او حتى منظمات دولية. تواصلنا مع الوحدة التنفيذية وجابوا لنا المركز التدريب اللي هو مركز له اكثر من 7 سنوات ما حد يسكن فيه. الشباب ما شاء الله عليهم ما قصروا مجهودين، رحنا نظفنا المركز من والى، وفي الوقت الحالي اكثر من 3 اسابيع متواجدين عندنا في المركز اكثر من 35 اسرة. طبعا لان احنا شباب عندنا رؤيه كبيره بالاستدامه والعمل هذا الخاص، وفرنا لهم عياده وجبنا لهم مطبخ مركزي، المطبخ المركزي بيوفر 3 وجبات يوميا صبح وغداء وعشاء لاول اسبوع، الاسبوع الثاني ونظمنا جدول للاسر نفسها بحيث انها تطبخ لنفسها وتوزع لنفسها.
كل التمويل والدعم الموجود داخل المركز هذا لأكثر من 3 أسابيع من غذاء من مواد إيواء من مواد صحة من عيادة من علاجات من أدوية تم توفيرها بشكل شبابي بحت، ولا أي منظمة دولية تدخلت ولا أي منظمة لها علاقة بالمجال الخاص بالوافدين أو الأشخاص المتضررين من مناطق صراع إلى مناطق ثانية تدخلت. واجهتنا كثير صعوبات من المنظمة الدولية حاولت أنها تستغل هذا الوضع، تحضر بس عشان تصور وتذل حتى الوافدين من الأسر وتأخذ منهم صورهم وتصور المركز على أنها هي اللي جهزت المركز وتمشي. وللأسف أكثر من نداء نطالب في نادي الصليب الأحمر، الصحة العالمية، والعيادة تحتاج الأدوية، العيادة تحتاج الدكتور، وللأسف كل النداءات تقابلت بشكل سلبي. بنضطر بعدين ان احنا نلاقي متطوعين عن طريق الفيسبوك دكاتره لليوم 3 أسابيع يا استاذ سامي، وكل اسبوع بيتكشف الدكتور بشكل شخصي ياخذ من وقته ويروح للعياده ويسوي كشف للحالات اللي هناك. وعالجنا ما يقارب اكثر من 24 حاله، ومعنا 4 حوامل في المركز مكتفلين بعلاجهم من والى وحتى التغذيه حقهم، وعندنا حاله كبد لطفله صغيره في المركز عالجناها بشكل شخصي. وكل هذه الارقام وهذه الاشياء اللي انا بنقولها لك سويناها بشكل شخصي وبدعم من فاعلين خير وشخصيات يعني معروفه، والدعم لا زال الان والحمد لله مستمر، يعتبر اول مركز بالوجود. الوافدين في المناطق الثانيه في المدارس الاخرى للاسف زي ما قلت لك المنظمات للان لا تتجاوب معهم بشكل ايجابي، ما مش عارف ايش السبب. هل السبب انه ما فيش تعاون من الوحده التنفيذيه او الحكومه في صنعاء، او المنظمات ما عندهاش يعني اشاره او انها نداء انها تبدا تشتغل معاهم، او هل هم طلبوا اشياء كثيره من الوحده التنفيذيه او الحكومه، او الوحده التنفيذيه غيرت المعايير انها تطلب من المنظمات تتدخل بدون تصدير الاشخاص هذولا. لانه زي ما تكلمنا في حلقات سابقه بيتم تقديم دعم بسيط للاسر، بيتم اذلالهم، بيتم تصويرهم وهم بيستلموا روتي، بيستلموا سندوتش، بيستلموا 5000 ريال، بيتم النشر في التقارير العالميه الدوليه ان اليمنيين جاءوا وعينوا حالتهم حاله وقدمنا لهم 5000 ريال. فللاسف الوضع في صنعاء مش منظم، وانا متاكد انه لو في نيه من المنظمات الدوليه والجهات المختصه لتنظيم العمل في صنعاء، والله الوافدين اللي موجودين عندنا وطبيعه اهل صنعاء وكل ابناء اليمن اللي موجودين في صنعاء يتعاملوا معهم كضيوف. لهذا السبب تسمعني دائما ما اقولش نازح، احنا نقول وافد ونقول عليهم ضيوف الحديده لانهم من اهلنا موجودين عندنا، واغلب البيوت اللي في صنعاء من اصحاب سعد من اصحاب اب من اصحاب حضرموت فاتحين بيوتهم، وفي بيوت كثيره موجوده فيها الوافدين من الحديدة، وهذولا كمان احنا بنستهدفهم بنقدم لهم كل الخدمات اللي يحتاجوها داخل المنازل غير المراكز الرسميه الخاصه بالوفود. طيب هذا بالنسبة للمبادرة الخاصة بكم والمركز التي تم تجهيزه وإغاثة النازحين أو الوافدين كما تحبون تسميتهم في بالنسبة لك ولزملائك، هل هناك مراكز تتبع لجهات منظمة مجتمع دولي أو منظمات معنية بشكل عام بالإغاثة أو أيضا لسلطة صنعاء، هل هناك مراكز يمكن تسميتها بشكل واضح ومحدد داخل العاصمة صنعاء لاستقبال هؤلاء النازحين؟ بالضبط، عندك 5 مراكز اللي هم مراكز تحت اطار الوحده التنفيذيه للنازحين اللي هي المدير العام تبعها الاستاذ القاضي عبد الله شرف الدين، مدرسه عبد الله بن مسعود فيها اكثر من 90 اسره، مدرسه بغداد اللي هي بشارع بغداد فيها اكثر من 30 اسره، معك مدرسه المركز التدريبي اللي في هذان المركز اللي احنا الان شغالين عليه، هو كمان يتبع الوحده التنفيذيه. كل المراكز اللي موجوده في صنعاء اللي فتحت لاستقرار الوافدين من الحديدة هي مراكز تابعة للوحدة التنفيذية. مراكز خاصة أو مخيمات للأوتشا أو للدبليو اتش او أو للمنظمات الدولية لليوم لا يوجد ولا مخيم أو مركز أو حتى مبنى خاص بالمنظمة الدولية هي اللي بتشتغل عليه. أشكرك جزيلا عمار مرشد من صنعاء أحد العاملين في مبادرة تحمل اسم حملة ضيوف الحديدة، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة من برنامج المنصة والمخصصة لمناقشة وضع النازحي محافظة الحديدة.
من جديد أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج المنصة عبر الهاتف من صنعاء. ينضم إلينا الأخ بشير الهودلي. أهلا بك أخ بشير. الحمد لله. بشير، أنت أحد النازحين من الحديدة بسبب العملية العسكرية الدائرة هناك، يعني ربما أن تعطينا صورة أفضل عن وضع النازحين في صنعاء. ما هي أبرز التحديات والاحتياجات لكم اليوم، وكيف هو الوضع داخل صنعاء؟ يعني هل هو أفضل مما كنتم فيه؟ أول أشكر لك بسيطة على استضافتها وتكون الكلمة يعني معنا في نازحي حديدة متواجدين في صنعاء، واستضافتها لي كوني أحد النازحين من المحافظة. لكن أنا لا أحب كلمة نازحي بالنسبة لنا، لأننا في وطن واحد وإلى آخره. بالنسبة للأوضاع، بالنسبة للأوضاع المتواجدة كناجحين أو غير ناجحين في صنعاء، تمام. لا يوجد تحرك كبير بالنسبة للمبادرات أو المنظمات الإغاثية. الدور محصول جدا. مثلا نحن تقدمنا أولا إلى صنعاء، أول شيء كنت تكتب في مدرسة أبو بكر في العصر، وبعد هذا يتم التواصل معك إلى آخره. لحد الآن في بعض الأسرة، الكثير من الأسر المتعففة، تمام، يستنشون البيوت، يستنشون بعض المدارس، غير إلى أن بعضهم متواجدين في بعض الأقرباء لديهم ولم يتم التواصل معهم لحد الآن. طيب، ما الذي يقدم لكم في هذه المراكز داخل صنعاء؟ وما هي الاحتياجات الآن التي يمكن تسليط الضوء عليها حتى لو تم الاستجابة وتوفيرها للنازحين في صنعاء؟ طيب، حالياً تم تقديم بعض المساعدة البسيطة لبعض الأسر، مش للكامل، أوكي؟ تم تقديم بعض المنظفات الحاجات الأساسية، بطانيات، حاجات بسيطة. بالنسبة للاحتياجات اللي يحتاجها النازحين، أول شيء يحتاج إلى يحتاجون إلى معاوي آمنة أو إلى مخيمات خاصة بالنازحين. ثانيا، يحتاجون احتياجات خاصة مثل البطانيات، الفرش، المواد الغذائية، ممكن توفير بعض المساحة الصديقة للأطفال وإلى آخره. لأن بالأول بالأخير نحن نعتبر في وطن واحد، ولا نعتبر أننا خارج وطننا. طيب بشير، بالنسبة لمن تبقى من أهلكم ومعارفكم في الحديدة، كيف هو وضعهم الآن؟ هل لديهم القدرة على الخروج من المدينة؟ أيضا عمن ربما فروا من الحديدة وانتقلوا إلى مناطق أخرى، ربما إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، كيف هو وضعهم؟ هل لديك أي تفاصيل ومعلومات عنهم؟ والله صديقي لا أخفى عليك أن الذي يستطيع أن يحمي المدينة هو شخص القادر. في بعض الناس المتواجدين داخل المدينة وأعرفهم شخصيا، لا يوجد لديهم حتى القدرة على السفر ما 5 كيلو متر خارج المحافظة، لأن المحافظة معروفة على المحافظة في الحديدة منطقة نائية بسيطة، معتمدين على الاعتماد الذاتي والعمل اليومي فقط. طيب، بالنسبة لمن نزحوا أيضا للمناطق الأخرى، هل هو وضعهم أفضل؟ لحد الآن على حسب يعني كما تواصلنا مع بعض الزملاء في محافظة السعيد، في بعض المديريات خارج المحافظة، تم تقديم لهم بعض الخدمات البسيطة، جزء بسيط لا يتجزأ من المساعدات أو الإغاثات التي يتم تمويلها والترويج لها عن طريق السوشيال ميديا أو القنوات أو إلى آخره. أريد أن أقول لك استفهامي إلى أنه بالنسبة للتمويل الإعلامي أنه وصلت مساعدات وإغاثات وإلى آخره، يتم التواصل مع بعض اللي تم التواصل معهم في بسيطة ما تتجاوز يمكن 8 أو 10% من النازحين في محافظة صنعاء. أشكرك جزيلا الأخ بشير الهودلي، نازح في صنعاء من الحديدة، شكرا لك. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأخ عبد الفتاح إسماعيل، هو في ذات الوقت ناشط وأيضا نازح من الحديدة. أهلا بك أخ عبد الفتاح. أهلا صباح عبد الفتاح. لو تضعنا في صورة وضع النازحين اليوم من الحديدة، احتياجاتهم والتحديات، وأيضا كيف هو يعني هل هناك أي دعم أو التفات من قبل أي جهات رسمية أو جهات معنية بالإغاثة من قبل منظمات المجتمع المدني؟ أخ عبد الفتاح؟ طيب يبدو أن فقدنا الاتصال، سنحاول التواصل مرة أخرى بالأخ عبد الفتاح من صنعاء. نذهب إلى استعراض بعض المشاركات التي وصلتنا عن ذات الموضوع من خلال واتساب. موضوع النازحين هو موضوع ذو شجون حقيقة، هناك مئات الآلاف من نازحي الحديدة
شردوا في 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 المحافظة اليمنية عموما، ولم يجدوا لهم مسكن او لم يجدوا الغذاء والدواء، ولم يجدوا اي اهتمام او رعاية من قبل الحكومة اليمنية او من قبل اي سلطة الامر الواقع في بداخل المحافظات المحتلة. الدور الإغاثة ليس هناك دور أي ليس هناك أي إغاثة إلا من قبل المنظمات الإغاثية الغير تابعة للأمم المتحدة أو المبادرات الشبابية حتى اللحظة، يعني هنا ليس هناك أي تدخل من قبل منظمات الأمم المتحدة أو من قبل الحكومة الشرعية في إغاثة النازحين. وبالإضافة للانتهاكات التي تنتهك ضدها من قبل جماعة الحوثي، هناك حالات تجنيد إجباري سجلت من قبل الميليشيات بالإضافة إلى منعهم في 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 بعض النقاط من العبور إلى المناطق المحررة. وانتهاكات أخيرة التي هي انتهاكات ميليشيا وانتهاكات الحوثيين في 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 عدة أماكن، بالإضافة انتهاكات الحزام الأمني وما قام به من عدم السماح للنازحين بالوصول إلى عدن واحتجازهم في النقاط لمدة يومين أو يزيد في العراء دون أي سماح للدخول لعدن. هناك نازحون يفترشون الشوارع ونازحون يفترشون المقابر ونازحون لا يجدون حتى ما يأكلون. هناك حالات كثيرة سجلت في هذا الصدد وليس هناك أي تجاوب حكومي للأسف، وليس هناك أي تجاوب أممي للأسف. هناك معركة هذه الحرب تسببت بنزوح المئات الآلاف ولم يجدوا أي حل حتى اللحظة لهذه المعضلة. لم تدرس الشرعية ولا التحالف الأوضاع الإنسانية لمواطني هذه المحافظة وما ستخلفه الحرب من مآسي عليهم، فقد قرروا خوض المعركة دون خطة مسبقة لكيفية عمل ممرات إنسانية آمنة للسكان، ولا استعدوا لكيفية استقبال النازحين وحمايتهم ونقلهم ورعايتهم، ولا أوجدوا مخيمات لتسكين النازحين وإيوائهم، وكأن الأمر لا يعنيهم بالمطلق، وهو ما جعل المواطنين الهاربين عرضة لابتزاز سائقي سيارات الأجرة والنقل، حيث وقد وصل بهم الجشع إلى أنهم أخذوا مبلغ 20,000 ريال عن كل فرد يريد السفر إلى المناطق الآمنة هربا من الموت، وكذلك جعلوهم عرضة للإهانة والإذلال والاحتقار من قبل بعض النقاط العسكرية والأمنية في المناطق الجنوبية، والذين قاموا بمنعهم من الدخول وإنزالهم من السيارات التي كانت تنقلهم. كل هذا حدث وأكثر لأبناء هذه المحافظة المسالمة، فلا هم سلموا. إذا تابعنا هاتين المشاركتين وصلتنا من خلال الواتساب عن وضع النازحين من الحديدة. مرة أخرى ينضم إلينا عبر الهاتف الأخ عبد الفتاح من صنعاء. أهلا بك عبد الفتاح. أهلا وسهلا. أنت ناشط حقوقي مهتم بهذا المجال وأيضا نازح في ذات الوقت. عبد الفتاح، لو نسلط الضوء الآن حتى لو تتم الاستجابة إن شاء الله في ما يخص أهم الاحتياجات اليوم للنازحين من الحديدة إلى صنعاء. اهلا وسهلا، حياكم الله. اولا النازحين هنا في صنعاء يعني معاناه مأساويه غير متوقعه. منظمات الحقوقيه هنا في صنعاء لم تقم بواجبها بالشكل المطلوب او بشكل اقل شيء، يعني معامله انسانيه للنازحين هنا في صنعاء. هذا من جانب. الجانب الاخر انه حاله الاستغلال وحالة ما يعانيها المواطن بشكل عام هي يعني حالة مرسية، يعني لا أقدر إن أنا أوصفها حقيقة. الذل والهوان لا أقدر أن أصل أن أقول إلى حالة الاستعباد، لكن في الأول والأخير المواطن في اتهامه هو لا يريد أكثر مما إنه يؤمن له منطقة آمنة للزحف أو أقل شيء يؤمن له مناطقه، يعني هذا من جانب. الجانب الآخر يعني النازحين في صنعاء هنا كثير، الآن في حركة نزوح أخرى ربما يعني قد تأتي من النازحين من التخيطة، حركة نازحين جدد من جديد. كل يوم هؤلاء لم يتم استيعاب النازحين الأوليين، فما بالك بالنسبة للنازحين. عدد الأسر النازحة ربما تتجاوز 17,000 أسرة، هذا عدد كبير. المنظمات لم تقم اي منظمه الى الان بصرف يعني بتوفير مأوى. كل ما نسمعه عن 4 مدارس او 5 مدارس مقارنه بهذه الارقام الهائله. اضف الى ذلك بان منظمات المجتمع المدني او منظمات الاغاثه، ما علينا من منظمات المجتمع المدني، منظمات الاغاثه كانت مشريده تشتغل مع النازحين، مثلا النازحين من حيث او النازحين من صوخه، كانت توفر لهم المأوى، توفر لهم مبالغ ماليه لمواجهه حالات الايجار او حالات الايجار.
هناك كان لهم صرف شهري معونات غذائية. هنا في صنعاء لم يجدوا ما كان يصرف في الخديدة إطلاقا. يعني كلمنا أحد الناجحين قال لي أنه راح اليوم أو أمس إلى مدرسة أبو بكر، يقول لهم إحنا كمان كنا ناجحين في الخديدة، والآن ناجحين مرتين، نزحنا من بلادنا إلى الخديدة ونزحنا من الخديدة إلى صنعاء. نشتري ما كان أقل شيء ما كانت تستطيع لنا هو في صنعاء في الخديدة، تقول لنا هنا في صنعاء. قالوا لا يعني إحنا اللي يشتري حاجة يرجع الخديدة. يعني ذل وهوان الى ابعد الحدود. طيب هذه الحاله التي تتحدث عنها في الحديده، عندما كانوا في الحديده، في اي مناطق ومن كان يتكفل بتقديم هذه المساعدات سواء الماليه او العينيه؟ كانت صراحه في الحديده كانت المحطه التنفيذيه قائمه بعملها، اللي هي الان يمكن حولوا اسمها الى الهيئه الوطنيه للناشئين. كانت تقوم بعمل معها، ربما نقول بأنه كانت تواجه النازشي حيث أو النازشي الفرقة فقط، لكن يعني كان يعني شبه معونات يتلقاها النازح داخل الفريدة. الآن النازح داخل صنعاء لا يجد السكن، لا يجد المأوى، لا يجد الغذاء، لا يجد الصحة، لا يجد لا شيء إطلاقا. ربما كل النازحين الموجودين لو جت تعمل دراسه الموجودين اغلبهم عند اسرهم عند معارفهم، وهذا كمان عبء على الناس الموجوده هنا. ربما البيت الواحد يستقبل 4-5-6 اسر مره واحده. انا اعرف اكثر من اسره، يعني اكثر من بيت في يمكن الى 5 اسر، وهذا كمان يعني حاله غير طبيعيه. كمان حالة الاستغلالات يعني وصل بالناس هنا انه مثلا المؤجرين في ناس هنا ساكنين من زمان، يعني مش لا راجعوا ولا يحضرون، ويجي صاحب البيت يقول له انا برفع عليك الايجار. يعني هذا بناء يعني شيء غير طبيعي. يعني عموما احنا التهاميه يعني اصحاب التهامات بشكل عام هم لا يحبوا النزوح ولا الخروج لمنازلهم ولا شيء. في عندنا مقوله شهيره إنه أنا أموت في بيتي، لكن تقطعتهم السبل. الأحوال المادية، الحركة الاقتصادية يعني شبه مقطوعة داخل الحديدة. هذا العامل الوحيد الذي جعلهم أنهم يعني ينزحوا. الآن لو تركع الحركة ويؤمن لهم تؤمن المدينة فقط، سيركع الناجحين جميعا وسيعودوا إلى ديارهم. لا يهمهم الحرب ولا يهمهم المواجهات ولا يهمهم شيء بقدر ما هو لقمة العيش التي جعلتهم أنهم يخرجوا. تقطعتهم السبل. دخلهم المالي، إذا الناس فقدت وظائفها، فقدت أعمالها، المحلات تغلقت، هذه معاناة. يخرج إلى صنعاء يلاقي من هذه المعاملة، يخرج إلى عدن، مشاكل النقاط، مشاكل الحالة الأمنية، أنت شمالي، أنت مدري إيش، يعني لا ندري لماذا، كأنه الشرط ينتظع لم تنح أجوارها إلا في الحليدة، ولم تأتي إلا على معاناة أهل الحليدة. لا ندري، يعني نتمنى من الضمان أن تقوم بعملها. يعني كل النازحين تجي تسألهم إيش حصلت، تقول لك سجلونا. طيب وبعدين ما فيش. الأصل بأنه البرامج الطارئة تتدخل بين النازحين من أول وصولهم. اليوم النازحين وصلوا إلى شهر، إلى أكثر من شهر نازحين، فهم يجدوا حتى ما كل السلال الغذائية وكل المعونات الغذائية التي صرفت لهم هم فاعلي خير ومن تجار. أما المنظمات وأما الجهات الرسمية لم تعمل لهم شيء سوى أنه الوعود وعد وراء وعد ولم يصل إلى شيء. أشكرك جزيلا عبد الفتاح إسماعيل ناشط حقوقي ونازح في صنعاء، شكرا جزيلا لك. من صنعاء أيضا عبر الهاتف ينضم إلينا الأخ جمال الصبري، ناشط شبابي يعمل في إحدى المبادرات لإغاثة النازحين. أهلا بك أخ جمال. يحسب للمبادرات الشبابية ربما الآن لها الدور الأبرز في صنعاء لإغاثة النازحين. لو تضعنا أمام أبرز الاحتياجات والتحديات الماثلة أمامكم لإغاثة النازحين من الحديدة في صنعاء. صحيح كلامك، في البداية أصبح واضح جدا أن المبادرات الشبابية والمبادرات الشبابية هي اللي قدمت الاستجابة الإنسانية بصورة افضل من الصوره اللي قدمتها الجهات المختصه اللي هي المفروض تكون معنيه في هذا الموضوع. المبادرات بجهود شبابيه ومساعده رجال الخير والاعمال
قامت باستقبال نازحين وطلبت حاجات كثيرة من احتياجات اللي يحتاجها الناس. طبعا مهما كان هذه الجهود اللي تبذلها مبادرة الشبابية، لكن تظل جهود لا تلبي الاحتياجات الكافية للناس اللي هم متضررين أو النازحين الحديدة خصوصا يعني. فالاحتياجات كثيرة جدا يعني، في ناس الآن وصلوا من الحديدة سجلوا في مراكز استقبال النازحين وراحوا عند أسرهم أو راحوا في أماكن أخرى غير المراكز اللي هي النازحين. هذا الناس حتى الآن ما استقبلوش ولا وصلتهم أي مساعدات ولا أي معونات من أي جهة، لأنهم مش عارف إيش المشكلة الحقيقية إنك تسجل النازحين وبعدين ما تتواصل معهم أو ما تحققش ما تلبيش لهم احتياجاتهم. احنا في المجموعات في مجموعة جيش شباب شاركنا في حملة ضيوف الحديدة، وكنا في مركز أحد المراكز لاستقبال النازحين، مدير المطبخ المركزي اللي يقدم الوجبات صبوح وغداء وعشاء للنازحين. طبعا الاحتياجات تظل مستمرة لأن المطبخ هذا يوميا شغال يقدم خدمات مستمرة، لكن الدعم اللي يجيه يجي من رجال الخير أو أعمال أو بعض المنظمات، لكنه مش دعم مستمر. مثل هذه المواضيع اللي هم خصوصا موضوع عن الاستجابة الإنسانية اللي هو استقبال الناس، عن هذا الموضوع يحتاج إلى مؤسسات كبيرة يعني، مؤسسات ضخمة تقدر تلبي هذه الاحتياجات. المجموعات الشبابية احنا يعني نحاول ان احنا نتفاعل مع هذا الموضوع نعمل اللي نقدر عليه، لكن في الأخير الجهود هذه ما تكفيش اللي تلبي احتياجات الناس. واحنا للأمانة نشعر بالأسف الشديد انه احتياج الناس تزال حاجة كثير من المعونات والمساعدات، واحنا مش قادرين نلبي هذه الاحتياجات. طيب شكرا جزيلا لك أخ جمال الصبري، شكرا لك، وشكر أيضا موصول لكل من شارك معنا في هذه الحلقة من برنامج المنصة. في الختام تحية طاقم البرنامج، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة، في أمان الله.